اللفاحات نحضرها والدار تنظاف وتخرج وتتسيق وتعمل فيها كل شيء. مزيت التو نتاع بكري اللي تحفظت على مماتي وعلى امي التو نعمل فيه، وجبد الصحنه وجبد الكيسين وحط كل شيء على جنب وحضر الطابله وناب جديد. لازم هذيك القهوه تاع زازو من بعد شقال الفطر فان كي تزهر اوبليغاتوار. ان شاء الله مبروك على امة سيدنا محمد الكل. شنو حضرت روحك قبل رمضان؟ والله حضرنا شوي شوي مش برشا مش كالعادة. علاش مش كالعادة؟ فما مثلا حاجات ناقصة و وسام زاد الميزانية تحسها نقصت شوي. علاش ما عادش تاخذ قضيت كيما قبل؟ صحيت مش كيما قبل، قبل كنت تحضر من قبل برشا حاجات كيما مثلا تاخذوا فحاتك للبوزة للدرع للجلجلين، توا تحسها نقصت شوي مش كي قبل. زعما سبب غلاء الاسعار ولا المواطن بطبيعته ما عادش خال؟ والله هي الدنيا غلات وشوي شوي حتى المواطن مش برشا ما شويه نقصت على قبل. تحضر انت كيما قبل؟ قبل رمضان تحضر الدار تحضر المعون تحضر كل شيء ولا ما عادش انت تعملهم الحاجات هذوما ولا مازلت؟ والله قبل كنت نشري حتى المعون، تو المعون لي اما كي قبل اللفاحات نحضرها والدار تنظاف وتخرج وتتسيق وتتعمل فيها كل شيء، كل شيء معناه باش يجينا ان شاء الله رمضان مبروك على الناس الكل. مازال فيك الاثر نتاع قبل هذاك؟ اي مازال. مازلت تحيي فيه التو في دارك؟ والله نحيي فيه التو، مازلت التو نتاع بكري اللي تحفظت على مماتي وعلى امي التو نعمل فيه الكروميناج لازم واللفاحات كل شيء باش تبدا تركينا معبيه وكل شيء يتشري باش ما تقعدش بعد اطلع للشارع وكل شيء، ديما التركين تكفيها كل شيء وانت تاخذ كل شيء من دار. عندك بريتك؟ عندي ثلاثة بنيات وليد. تتعلم فيهم على الاصول هذوما؟ والله كان من رمضان لرمضان. طيب وكا وكان تيب معناها، اما القضيه يعملوا وحدهم كروميناج يفهموا رواحهم برواحهم. اي المهم العادات هذيك زرعتها فيهم يعني. لا ما تنحدش، هما بيدهم يعرفوا رواحهم وقتاش نعملوا كروميناج، غدوه بعد غدوه اش مازال رمضان. أو كيخرجوا بيوتهم ودبشهم وكيف الناس الكل. والله العادة هذيك اللي تنحات هما محلاها بالرغم كل عام نقول ليه ماش نعملها علاش تقول ماش نعملها؟ شنو هو السبب؟ خاطر احنا نقضوا بطبيعتنا كل يوم المسحان كل يوم، اما الكروميناج في رمضان لازم بد منه. عندها جو سبيسيال؟ وجبد الصحنه وجبد الكيسين وحط كل شيء على جنب وحضر الطابله وناب جديد والحوسه كالعاده. الحوسه هاني ماشيش نزيد نشري صحنه قهوة هاي بقفت وريهم والله بقفتي قفة للصحنة هذوك شوية قهوة توا وشوية صحنة ونوعوا حتى للقهوة سيبون قهوة السهرية شبيب لازم هذيك القهوة تاع زازو من بعد شقال الفطر فان كي تزهر اوبليغاتوار متعداش رمضان كان بها والله رمضان الكل رمضان الكل به ان شاء الله نلقى برك القهوة ان شاء الله ايش ريحك باش تخلط والله انا شريت كيلو وما يلزم نزيد ماكم عائلة انتوما؟ اي تجي ضيف، احنا ستة في العائلة ومع جو خواتك مع تلموا لازم لما باش ما تخليش روحك ناقصة وكا هاو. وجه رمضان هذاك. إن شاء الله مبروك على أمة سيدنا محمد الكل، مبروك علينا وعليكم وعلى أمة سيدنا محمد. شنو هي كلمة الختام تاعك؟ والله إن شاء الله رمضان يتعدينا في معناها بالقدا وربي يعين الناس الكل.